وتعزأ من الثانية. يا سلام يا سلام يا سلام، إذن تسير الإثارة وتنطلق التحديات. ونذكر أيضا بانطلاق سباق اليمامة الذي جاء بمكرمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يوم 15 من هذا الشهر بمناسبة فوز سموه أيضا ببطولة العالم للقدرة على ظهر الفرس اليمامة. إذا نبارك لسموه هذا الفوز والانتصار، وننتظر الجميع أيضا في هذه المناسبة السعيدة. 60 سيارة رينج روفر رصدت لهذا الحدث الكبير، مع كل التوفيق إن شاء الله للقادمين بالمشاركة معنا وتقديم نجوم الأصالة في هذه السباقات المتميزة. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان المرموم لسباق الهجن، وننطلق مع شوط آخر يحمل عنوان الجعدان المحليات الأصايل، وهو في المجموع الشوط 11. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الوصف التفصيلي وماذا يدور على المقدمة من تحدي وإبداع وفن وهملول من يتفنن بالمقدمة يحمل شعار معالي اسمه الشيخ محمد بن بطي آل حامد، يتقدم أيضا هذا الشعار مع مختار بن أحمد. أما المركز الثاني، ثاني المراكز، يأتينا سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن شينان المري، من يقدم لنا الجديد مع بداية الموسم الجديد في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. النقلة التالية إلى المركز الثالث، نتابع أيضا شعار معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد الذي يأتينا على المركز الثالث بقيادة مختار بن أحمد. أما المتابعة من المركز الرابع ورابع المراكز، فهنا قاصد أيضا قادم بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، من يقدم لنا قاصد في هذه المسيرة ويندفع أيضا إلى دائرة الصراع على القمة. المركز الخامس، يأتينا شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لنيبي. أما المتابعة من المركز السادس وسادس المراكز، يأتينا شاهين لهجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد. المتابعة من المركز السابع وسابع المراكز، ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة، متواجد أيضا في هذا الشوط ويتابع أيضا طريق التحدي والإثارة. أما المركز التاسع، المركز التاسع فهنا يأتينا اللي هو موال لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب عبد الله بن ثعيلب الهاجري، من يتقدم أيضا في هذه الجولة. والمتابعة من المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة خليفة بن رشيد. والمتابعة من المركز العاشر، عاشر المراكز، فهنا وقاد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، انتصفنا المسافة وما زلنا نبحث عن الجديد والجديد في عالم الجديد. نذهب مباشرة إلى المقدمة لنتابع التحدي، لنتابع الإثارة، لنتابع أيضا هذا المشوار، المشوار مع المقدمة. يا سلام، قاصد قاصد إلى المركز الأول وهو مشمر عن سواعده بدون أي تعليمات تذكر، يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، من يقدم الجديد في هذا الموسم الجديد. أما هملول يتراجع إلى المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، يقدم لنا أيضا هذا الشعار وهذه الأصالة. إلى المركز الثاني مختار بن أحمد، من يتابع أيضا إلى المركز الثاني. أما ثالث المراكز أيضا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة مختار بن أحمد، هو من يتقدم إلى الثاني والثالث. أما المركز الثالث، ثالث المراكز، شاهين لهجن زعبيل يأتينا بالمركز الثالث، راشد بن محمد بن مروشد من يقدم هجن زعبيل إلى المركز الرابع، المركز الخامس، فهنا الوصول أيضا من شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، سعيد بن سا
سالم النيبي، سادسا ياتينا معزم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، سعيد بن راشد بن غدير هو من يطلق العنان المتابع ايضا في هذه الجوله، ولكن لنا عوده الى مقدمه الشوط، لنا عوده الى المركز الاول، لنا عوده الى هذا الشعار الذي بدا يفرض هيبته من الصباح الباكر وهو يتقدم ايضا مبدعا ومسرعا الى ناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، بدات الاثاره وبدا ايضا الهجوم من قبل، اشوف هملول بالمركز الثاني يتحرك باوامر مختار بن احمد من يقدم لنا، هملول بالمركز الثاني ويتابع طريقه، يتابع ايضا خطوه بخطوه الى ناموس هذا الشوط. الناموس اين يذهب؟ الناموس ما زال صامد ايضا مع هذا الاسم الكبير، نعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وعلي بن راشد بن غدير من يقدم لنا قاصد ما زال صامد، قاصد وهملول يتابع، هملول في اللحظات الاخيره ولكن قاصد الى بر الامان، قاصد الى الحزام الاخضر، قاصد نعم يتقدم وللمره الثانيه نهني هذا المضمر علي بن راشد بن غدير على فوز قاصد بالمركز الاول، هذه لحظه الوصول الى خط النهايه، تهانينا والناموس للمركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، المركز الثالث مساند لهجن العاصمه، المركز الرابع فيأتينا وقاد لسمو الشيخ رائد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس معزم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وهكذا تابعنا قاصد وهو أيضا قاصد الناموس واستطاع أن يأخذ الأربعة كيلومترات بهذا الأداء الجميل ومع التوقيت الزمني الذي تحقق مع قاصد بالتأكيد 6 دقائق 18 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أما المركز الثاني كان من نصيب هملول، يأتينا بالمركز الثاني معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، التوقيت الزمني الذي تحقق مع هملول مع الأربعة كيلومترات 6 دقائق 19 ثانية و8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث نشوف مساند، وصلنا على المركز التالي لهجن العاصفة والتوقيت الزمني 6 دقائق 21 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس.